بما ان اليوم النهارده خاص جدا فالكلام هيكون اكتريته على النادي الاهلي طبعا واخر الكواليس قبل مباراه اليوم امام انبي. فقبل ما اروح للترند المحلي هتكلم في مداخله هاتفيه مع الاستاذ ايمن محمد المحلل الفني ونستفيد في الحديث من الجانب الفني عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وانبي. يا استاذ ايمن اهلا بيك. اهلا بيك يا امير واهلا بكل الساده المشاهدين ومبروك البرنامج الجديد والانطلاقه الجديده للقناه وان شاء الله باذن الله موفقين دايما وموفق بشكل خاص. الله يبارك فيك ومنورنا طبعا يا استاذ ايمن. عايز اتكلم معاك عن مباراه اليوم وعوده النادي الاهلي لبطوله الدوري بعد فتره كبيره جدا من الغياب ورؤيتك الفنيه وتوقعاتك الفنيه لهذه المباراه. الحقيقه امير ان طبعا جائحه كورونا اللي اجتاحت العالم خلت المستويات للفرق بعض التوقف مختلفه من اول انجلترا واسبانيا لحتى وصولا للمملكه العربيه السعوديه، وشفنا حتى الاسبوع اللي فات كان الديربي ما بين الرياض وما بين الهلال رد المستويات اصبحت بقى فيها فوارق كبيره. لكن المميز في النادي الاهلي انه عنده سيستم لعب، سيستم لعب ده من خلاله بتتلاشى عيوب كتير جدا. يعني ايه سيستم لعب وليه بتتلاشى العيوب؟ سيستم اللعب اللي عمله ريني فايلر من وقت قدومه للاهلي بيعتمد على سيستم معين بتحركات معينه بواجبات معينه للاعيب خط الوسط خصيصا خط الوسط والاطراف واظهره الجنب، فده بيسهل شويه فكره الرجوع لانك انت بتلعب كره قدم. في فرق ثانيه بتعتمد اكتر على الشق البدني او على العمل البدني بتلعب على السكند بول فده بيأثر معاها بشكل كبير جدا خصوصا بعد الرجوع. لكن الفرق دايما اللي بتلعب على الكوره اكتر او بتبقى بتهتم بفنيات الكوره اكتر هتلاقيها مش بتتاثر قوي، والدليل على كده مثلا نتائج مان سيتي رغم خسارته قدام الارسنال لكن في بعد التوقف نتائجه جيده ماشيه بشكل جيد جدا، عكس ليفربول اللي جزء كبير جدا من التكتيك بتاعه بيعتمد على الضغط العكسي وبالتالي فتره التوقف يمكن اثرت شويه على الفريق. لكن لما نيجي نتكلم على الاهلي، الاهلي عنده عناصر مهمه جدا النهارده كل الفريق، يعني منظومه ريني فايلر خلت الفريق كله اصبح نجم. حتى في المباريات الوديه شفنا اكتشافات زي احمد الشيخ ولعبوا الدور الفري ايت في خط النص، طبعا في جيرالدو في اجاييه في كل العناصر عند عمرو السوليه طبعا عوده عندي فتحي، كل دي عناصر مهمه جدا في خط النص مع طبعا مع علي ديانج. وهو الاهلي دايما في ال 16 او 17 ماتش اللي فاتوا معودنا ان هو صاحب الكوره او صاحب الفعل ودايما بينتظر او بيبقى كل مهمته بس او بيبقى الموضوع مساله وقت انت ازاي هتختار الدفاع المنافس ايا ما يكون سواء انبي او زمالك او اهلي او عفوا او مقاولين او 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 سموحه او اي فريق، هي الفكره بس انت ازاي هتخترق او امتى هتخترق ده لسه بيتوقف عليه مجريات المباراه. يعني الاستراتيجيه عند مستر فايلر هي مش هتتغير سواء ما قبل كورونا او ما بعد كورونا. هتلاقي دايما عمرو السوليه بيوصل لغايه عمق منطقه الجزاء عشان خاطر يكمل الهجمه، هتلاقي التشكيل بتاعك برغم انه يبان على الورق 4-2-3-1 لكن في اغلب الاوقات هو التنظيم اقرب الى 4-3-3، هتلاقي الاجنحه بتاعتك دايما بتضم للعمق عشان تدي فرصه للاطراف، هو سيستم اللعب واحد مفيش فيه اي مشكله. بس هو اللي احنا نتمنى له التوفيق هو يكون مروان محسن انه يستعيد النجاعه بتاعته على المرمى والشراسه بتاعته على المرمى، لان الارقام بتاعت مروان محسن محتاجه انها يزيد بشكل كبير عشان خاطر يليق بمكان رأس حربة النادي الاهلي. تمام. طيب بما انك اكيد تابعت المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي سواء امام سموحه او الجونه، هل تقدر تستشف التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه مستر فايلر النهارده؟ هو التشكيل طبعا عشان في عندنا غيابات كتير، في رمضان صبحي مش موجود، في كهرباء مش موجود، في حسين الشحات مش موجود، هو التشكيل هيبقى متواجد. يعني انت في صفات الدفاع هو شبه ثابت، يعني انت بتتكلم على الرباعي بتاعك هيبقى شبه ثابت سواء فتحي سواء رامي ربيعه او محمود متولي ايمن اشرف علي معلول سوليه ديانج. زي ما قلت لك هو حتى لما الاهلي بيلعب باي تشكيل مختلف عن التشكيلات الاساسيه اللي هو بيلعب او ال 11 الاساسيين، طبعا فايلر عمل حاجه مهمه جدا انه تقريبا جرب كل القائمه او هو فعلا بالفعل جرب كل القائمه واداها فرص في المباراه الرسميه مع عبد صالح جمعه، فانت الموضوع عندك مش صعب. يعني انت لو مش مجدي قفشه مش موجود هيبقى جاي بيلعب ناحيه او في مركز رائد صانع الالعاب او صانع الالعاب. لو اجاي اعتمد على راس الحربه او كان موجود في مركز راس الحربه يبقى مجدي قفشه هو اللي هيبقى في مركز صناعه اللعب. الاجنحه يمكن عشان خاطر طبعا قله عدد الاجنحه موجود دلوقتي، فانت بتتكلم على ممكن جيرالدو اجاي ممكن جيرالدو احمد الشيخ. يعني في ما نقدرش نقول تشكيل ثابت او حاجه ثابته، بس انا كنت اتمنى لو انا بتمنى بشكل شخصي ان وبشوف دايما دوت افضل سيستم للعب الاهلي لما جاي بيلعب راس حربه بيبقى متمكن جدا وبيقدر يفيد منظومه اللعب بشكل كبير. فاعتقد لو فايلر بيفكر في الافضل دايما
فاعتقد ان دايما بيبقى الخيار عندنا رقم واحد هو جونر اجاي في مركز راس الحرب. كويس، احنا عارفين ان في 5 تغييرات في المباراه، من وجهه نظرك ومن خلال تحليلك الدائم لمباريات الاهلي مع مستر رينيه فايلر، كيف تتوقع استغلال مستر فايلر ل5 تغييرات النهارده؟ فايلر هيدي فرص لكل الناس، يعني هو هيبص دايما للمراكز اللي عنده فيها مشكله. طبعا مركز رمضان صبحي وغياب كهربا في المنطقه ده طبعا ما عندوش فرصه انه يدي كهربا في الماتشات الرسميه او في الماتشات المحليه، فهو دايما هيركز اكتر على مين اللي يقدر يخدم مركز الجناح الشمال بشكل كبير. طبعا عوده حمدي فتحي هتبقى مهمه جدا ومطمئنين عليه، هيبقى حاجه مهمه جدا عشان خاطر مباراه الذهاب قدام الوداد في المغرب، فهيبقى فرصه كويسه انك انت تلعب بالثلاثه سواء حمدي فتحي او عمرو السوليه او اليو ديانج. طبعا التركيبه طبعا انك انت هتفضل برضه طول الوقت عندك مشكله في مركز الظهير الايمن، عندك قلق شويه، فانت محتاج انك انت تجرب او تطمن على مستوى محمد هاني او ان انت تشوف مدى التطورات بتاعت محمد هاني. بس طبعا في مركز راس الحربه محتاج انك انت تحاول تدي دقائق اكتر لاليو طاجي على اساس انه ممكن يكون بيفيدك في بعض الكرات الهوائيه والالتحامات الهوائيه في مباراه الوداد. من وجهه نظرك مين اللاعب اللي ممكن يرجح كفه الاهلي النهارده وتوقعاتك للنتيجه ايه؟ انا اتوقع ان الاهلي هيفوز فوز عريض، يعني انا اتوقع ان الاهلي هيفوز 2 أو 3-0. اليو ديانج هو طبعا رقم واحد بالنسبه لي في الجزء المؤثر، لانه هيبان قدراته البدنيه جدا النهارده، لان طبعا هو ما شاء الله قدراته البدنيه وقدرته على شغل مساحات الملعب بتبقى كبيره، فاعتقد ان هو هيبقى رقم واحد، هيكون مؤثر جدا، هيكون الترند يعني النهارده. اعتقد لان هو هيبقى هو الغول بتاع الملعب او اللي هو كساحه الالغام اللي في وسط الملعب. أكيد إن شاء الله نتمنى له التوفيق هو وزمايله. يا أستاذ أيمن أنا بشكرك شكرا جزيلا، أستاذ أيمن محمد محلل الأداء الرقمي وأكيد الفني، وبيتكلم معنا من الجانب الفني تحديدا وما قبل مباراة اليوم ما بين الأهلي وإنبي ورؤية فنية لهذه المباراة، كلنا هنتابعها بإذن الله تعالى في تمام الساعة 8:00.